السلام عليكم في حلقة جديدة من حلقات دوال مايكروسوفت إكسل. هذه الحلقة غادي نشوفوا دالة جد مهمة وهي دالة سي، وتمكن من إظهار نتيجة معينة انطلاقا من عدة شروط. لدينا هذا الجدول، نريد في هذه الخانة إظهار كلمة أدمي بالنسبة للتلميذ اللي عنده معدل أكبر من أو تساوي 10، ونريد إظهار كلمة نو أدمي بالنسبة للتلميذ اللي عنده المعدل أصغر من 10 تساوي سي. كنفتح القوس وحدد الشرط الأول. الشرط الأول المعدل، يعني هاد الخانة أكبر من أو تساوي 10 بوان فيرغول، أظهر كلمة أدمي بوان فيرغول. فإن لم يكن أكبر من أو تساوي 10 أظهر كلمة نو أدمي. أغلق القوس وعيد تفسير هذه الدالة تساوي سي. إذا أفتح القوس، إذا كان المعدل أكبر من أو تساوي 10 بوان فيرغول أظهر كلمة أدمي بوان فيرغول. إذا لم يكن المعدل أكبر من أو تساوي 10 أظهر كلمة نو أدمي. ثم أضغط على الزر أونتري فيعطيني النتيجة، في هذه الحالة 11 أكبر من أو تساوي 10، إذن النتيجة هي أدمي. وأطبق نفس الدالة على باقي التلاميذ الآخرين.